سعد الله أوقاتكم بكل خير السادة المشاهدون مع عقار جديد للبيع والمتواجد بحي حفرة العباس كما تشاهدون في الصور الموقع. طبعا هذا هو العقار المعروض للبيع بمساحة إجمالية تقدر ب 256 متر مربع، 11.5 على واجهة الطريق، 22 متر طول. هذا العقار يقع بمكان جميل ورائع وممتاز بين الساكنة، يعني قادر الإنسان يحطوا يديروا سكنة لوج ما يسكن فيها عادي ووليداته، وأيضا قادر يديروا جنان. هذا هو العقار اللي راح نشوفوه في الصور، يعني عقار جميل رائع ما شاء الله، فيه الماء، فيه النخلات تبارك الله، فيه شجرات مثمرة من برتقال إلى غير ذلك من القارص، تشين، دقلة. يعني هذا العقار رغم صغر يعني المساحة تاعو، إلا أنه فيه ما شاء الله حوايج بزاف، يصلح أنه يكون جنان، يصلح أنه يكون دار وجنان، يعني حتى الساكنة منطقة آمنة ما شاء الله. الجيران عليه من تلت جوايه ما شاء الله، عندنا الجهة الشرقية والغربية والجنوبية، أما الشمالية هي واجهة الطريق اللي كما احنا نقول كما قلنا في بداية الفيديو أنه فيه 11 متر فاصل 5.